السلام عليكم. كمان اليوم بفلوج جديد. انا اسمي حسن، عرفكم عن حالي، اللي بيعرفنيش الجديد بالقناة شرفنا ويحط علينا متابعة وخليه معنا. هاخدكم معي، هسويلكم تحدي، نسوي مع بعض تحدي، هنشتغل لمدة يومين ونطلع، نشوف قديش بنطلع مع بعض. بس عندنا شيء نشتري، باخد فيديو، تعالوا اوريكم، خليكم معي اوريكم قديش بنطلع بعد يومين من الشغل العمل في الفريق. صباح الخير، هلا الساعة 5، هنكمل تحدي شفت امبارح، نكمل اليوم الثاني. يلا خليكم معنا، ليتس جو. هلا احنا وصلنا وصلنا التحدي، هذا اليوم الثاني. هلا بنحطكم جوا ونورجيكم اليوم التحدي. اليوم الثاني التحدي عندنا، فطور الصبح وفطور اليوم، خليكم معنا ونورجيكم. هنا حضرنا المحلات القعده، رجع زين
هيك جاهز. اليوم الثاني الثالث، هذا اليوم الثالث. وين بيسووا فيلم؟ ما موس كاميرا كنا فوق 350,000 شيكل. هلا اليوم الثاني كمان شايفين. هلا احنا الدوريات علينا نستحلهم الاكل ونخلص طعمه، نخلص طعميهم نلم ونضلنا رايحين. خليكم معنا نوجيكم. هذا هنا مركز البساط، هنودع كل اسرائيل. هذا هيك مركز البساط. هاي هنا بتعبي الكارت تذكرة غاز الأزرق، وفي ديجيتال يعني بتعبي وبتطلع على الباص. صباح الخير. اليوم خلصنا التحدي، بنيجي على البنك نسحب المصاري. بنقولكم قديش المصاري طلعوا معنا في التحدي اللي اشتغلناه. اشتغلنا بالاخر 5 ايام اشتغلنا بالاخر. هلا بنفوت على البنك وبنقولكم قديش فرقنا على الحساب. هلا من عند هذا، هذا أذكى مطعم بكل يافا. بنشتري من عنده مال الأكل غيوه. بناخذ الروسينات من على الإكسبريس. تعال نشوف كيف المرحلة. أنا صراحة نزلت على محل أول مرة أشوفه تحت الأرض. بس كيف تعالوا شوفوا. بقل من دقيقتين بس ليش تاخذكم خليكم جوله معي هنا بهذا على السريع. نزل الغيو قلنا نزل الفطور نظبطه مع الأولاد نفطر ونطلع على سوق. خليكم معنا نشوف وين نروح. ممكن نروح على عشان بتشتي أول شتاء، بس ممكن نروح على سوق الفوق سوق الأحد سوق الجمعة. عندنا هو اسمه سوق الجمعة. نبع سوق الجمعة سوق سوق الفقراء. خليكم معنا تابعوني. اليوم كيف ما انتم شايفين عنا الأجواء شتاء وفي شتاية. بنسوي معكم واحنا نجيب العلبة هاي زفينها. تعال نسوي معكم انبوكسين نفتحها. وانا بتعقد هذه بتحذر وش هاي. اكتبوا لنا بالكومنت ايش هي. وصلنا 4 اشياء من علي اكسبريس. اكتبوا لنا ايش هي. انا بتهيأ لي المايك. وإذا المايك اليوم راح نسوي فلوج جميل عنه هو المايك. راح اوصي أربع مايكات، أربع شركات، ونبحث إيش الفرق بيناتهم. هاي أول واحد وصل من أرخص واحد لأغلى واحد. مستقبل هنا نفتح المايك. نفتح نسوي معكم انبوكسين. نفتحه ونسوي على كل الأنواع شيطون المايكات. أربع أنواع أو 5 وصينا. وراح احط لكم اللينكات اللي وصيناهم من وين وصيناهم وش وصيناهم ونجربهم مع بعض.
هيو المايك هذا بينشبك للتليفون وهذه ثاني مايك لعند هنا تابعونا كملوا معنا نطلع على نسوي بلوج جميل بهذا المايك ونشوف ايش كده يسوي هذا المايك لعند هنا وصلنا لنهاية الفيديو خليكم معنا تابعونا وتراقبوا كل اشي جديد عدا بننزل كمان فيديوهات كتير عن اسرائيل وعن باقي اسرائيل والسلام عليكم.